صغيرة. ألن تلعبي يا لين؟ لا شكراً، أنا أتمرن على الكتابة قبل أن أدخل المدرسة. ماذا ستفعلين في المدرسة؟ أوه، نتلقى دروساً ونتعلم كل الأشياء، القراءة، الكتابة، وهناك وقت اللعب. واو، خذيني معك يا لين. لن أذهب الآن، سننتظر حتى نكبر. لين ورومبا يريدان الذهاب إلى المدرسة، لكنهما صغيران. دعونا نقم مدرسة لنا في الحديقة. مدرسة! أجل، يمكنك أن تأتي يا كمون. أنا خلقت للتدريس. هيا بنا، ماذا ننتظر؟ حافلة المدرسة. مدرسة؟ اليوم؟ رائع! أراكم هناك. درس اليوم عن العالم من حولنا. هذه أرزة، شجرة أتت من بلاد بعيدة ورأت عجائب في العالم. والآن الجسر والجدول يتدفق إلى أسفل. لا يمكن أن يتدفق إلى أعلى، هذا مستحيل، لكن الطرق تتجه إلى أعلى. أتفهمين شيئاً؟ وبوابتي أيضاً. كلا، يتحدث بسرعة. أين توقف؟ نعم، التل، وهذا هو فكري هناك، منطقة التنزه والمتاهة والأشجار والزهور والعشب. هذا أخضر وهذا أخضر. وهذا أخضر أيضاً. ما هذا؟ هذا لأجل أول دروسك، أزرع. الأصيص، البذور جاهزة، التربة. نعم، من أين أتت هذه الكومة؟ كمون، أخبرني، هل أنت بخير؟ الحديقة ممتعة. إذن كيف كان الدرس الأول؟ كان سريعاً. رائع جداً. لا تقلقا، بالتأكيد سوف يكون درس بينون أسهل. مرحباً بالجميع، اليوم سوف أعلمكم فن الزراعة. هذه شتلات النبات، وهي تنمو كي تخرج من التربة نحو الشمس. وهذه هي الجذور، وهي تنمو في ثقوب داخل التربة. هيا يا بينون، ستنجح. الآن اسمعوني، إليكم ما علينا فعله كي نزرع نباتاً ما: غرس، ماء، سماد، تجذيب، حف، قطف، تنظيف. أوبس. لماذا لا تحاول فعل كل شيء على حدة يا بينون؟ أنا آسف، أين كنت؟ نعم، الغرس. لا، لا تفعل يا بينون. أوبس، آسف يا كمون. هذا زرعته من قبل. يا إلهي. أعتقد أنه حان وقت الدرس التالي. نعم، يمكن للطقس أن يفعل كل الأشياء الجميلة مثل قوس قزح. أرهم ألوان قوس قزح يا أرشي. أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. يظهر قوس قزح حين يجتمع المطر والشمس و ورقة الشجر تذكرني حين اقتربت طائرة ورقية مني وعلقت بأغصاني. فكري، كنت تحدثنا عن قوس قزح. نعم. الآن أين توقفت؟
يا للروعة! أنا أغير لوني، لكني لا أستطيع هذا. كنت أحظى بإخفاءات جميلة. في منتصف درسي. أعتذر يا فكري. إذن كيف يتكون قوس قزح يا فكري؟ يسطع ضوء الشمس عبر المطر فيصنع ألوان جميلة. شكراً فكري، حان وقت درس المعلمة بلبلة، فلينتبه الجميع. بناء العش شيء صعب، لكنني معلمة بارعة. اثنوا هذا الغصن هكذا وهذا بهذه الطريقة، ومرروه من فوق ثم من أسفل ثم من فوق ثم من المنتصف، ونكون قد انتهينا. أيمكنك أن تكرري هذا يا بلبلة؟ أحتاج إلى مزيد من العون. قلدوني وحسب، إنه سهل. انظروا. ترى، الآن هذا عش. لأرى ما صنعتم. ماذا؟ النجدة! يا إلهي، لكن أنا لا أستطيع أن أفهم. أنا معلمة بارعة. لم يكن هذا ما توقعته تماماً. هيا أعدكم أن الدرس القادم سيكون أفضل. مرحبا بكم، سوف أعلمكم صنع الخبز. رائع، لم أكن أعرف أنك تجيدين هذا. حسنا، أنا لم أصنع خبزا من قبل، لكنه يبدو سهلا. أولا نحتاج إلى الكثير من الطحين. أنا أحب الطحينة. كلا، ليست طحينة يا لين، طحين مصنوع من قمح مزروع في الحقول ثم نطحنه. أرأيتي؟ مدهش. يا كمون، هذا يسمى العجين. إنه أمر ممتع، لكنه يستغرق وقتا طويلا، لذا أعددت هذه من قبل. تاتا! يا إلهي، لا أظن أن هذا يجب أن يحدث. أوه، أعتذر لكم. لحظة، أين لين؟ يا إلهي، أردت أن أجعل أول يوم لها متميز، لكننا لم نعلمها أي شيء. كمون ليس هنا. انظروا، أثار أقدام. أهلاً إلى دروس لين الصغيرة. سأريكم يا أصدقائي ماذا يحدث إن لم نتقن ما نفعل. رائع. نعم، إنها ماهرة. افعل كل شيء على حدة وإلا سترتبك. هذا أنا. لا تتحدث بسرعة القيادة، فهذا مربك. معذرة. حاولوا التركيز، تحدث في موضوع واحد فقط، وكن صبوراً، فالتعليم يستغرق وقتاً. وحين تعلم التلاميذ كيف يقومون بشيء، يجب أن تتمرن عليه أولاً. أحسنت يا لين، أنت معلمة أفضل منا. شكراً يا روزي، هذا لأنني تعلمت الكثير من أول يوم لي في المدرسة. وأنا أيضاً. مدرسة ممتعة. حسناً، اتبعت إرشادات لين، تكلمت ببطء، فعلت كل شيء على حدة، ركزت وكنت صبورة، و التدريب يصنع الإتقان. أجل لذيذ. من يعتني بكمون؟ هيا يا
رومبا؟ هل أقود أنا اليوم يا روزي؟ ربما المرة المقبلة، لننطلق الآن. أوه، هذا ظلم، أنت دائماً تقودين. 103، 104، 105. واو، هل تصنع دراجة؟ لما علينا أن نصمت؟ ولما كنت تعد يا بينون؟ إنني الآن ألعب الغميضة مع كمون. غميضة! أوه، إذن ألا يجب أن تذهب للبحث عنه؟ لا، بل نعم، أنا أحاول إبعاده عني كي أقدم له هذه الدراجة مفاجأة. انظرا. ما زلت أعد يا كمون. روزي، روزي. والآن كيف سأركبها؟ سنأخذه ليلعب معنا. هل ستفعلان حقا؟ بالطبع، لن تكون هناك مشكلة، صح يا رومبا؟ لا، لن تكون هناك مشكلة. شكراً. أقابلكما عند فكري عندما أنتهي. ها نحن، يمكنك اللعب كما تشاء. ربما علينا اللعب في الخارج. لا تقلق يا رومبا، أنا أسيطر على الوضع جيداً. روزي، رومبا، ماذا يحدث؟ بينون يعد لكمون مفاجأة. أحضرنا كمون إلى البيت كي لا يكتشف الأمر، لكن لن يبقى عندنا بيت إذا استمر هذا الوضع. يبدو أني وصلت في الوقت المناسب. أنا خبيرة في رعاية الدببة الصغيرة. حقا يا لين؟ بالطبع، اسأل بوني. إذن ماذا سنفعل يا لين؟ أفضل شيء عند كل الدببة الصغيرة هو التأرجح برفق هكذا. أزوحة، اتبعني يا كمون. كمون، توقف عن هذا، بوني لا يحب الدوران، أرجحه فقط. أزوحة. بوني، بوني، هل أنت بخير؟ أزوحة. ربما التأرجح ليس فكرة مناسبة. لا بأس يا رومبا، سأوقفه الآن. أو حسناً، سأساعد بينون علّه ينتهي بسرعة. فكر جيداً، إذا كانت هذه هنا، فأين مكان تلك؟ أهلاً بينون، كيف حال التركيب؟ ليس سيئاً، شكراً يا رومبا. ألا يجب أن تكون العجلات في الأسفل وليس في الأعلى؟ بالفعل، التعليمات ليست صحيحة. ربما هي مقلوبة فقط. شكرا يا رومبا. هل كمون بخير؟ عادة يمل بسرعة. إنه لا يشعر بالملل. لنرى هذا. كمون، إلى أين تذهب؟ بينون. لا. ما كل هذه الضجة؟ بينون يحضر مفاجأة لكمون، وعلينا إلهاء الصغير كي لا يفسد المفاجأة. كل الصغار يحبونني. انظري إلى حبات بلوط تتبعني في كل مكان.
الكمون ليس كالحبات، افهمي يا بلبلة. ما رأيك في كرة القدم يا كمون؟ أنا عندي فكرة أفضل بكثير. تعال معي يا كمون. كما تريدين يا بلبلة، ناديني حين تتعبين. ها ها نحن المتاهة، إليك ما سنقوم به. أو لا كمون، لا 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 تقلق يا كمون، بلبلة ستطير فوق المتاهة وتعثر عليك، لا تتحرك. كمون أين أنت؟ كمون يا كمون واو يا كمون، إلى أين تذهب؟ بينون أوقف هذا الدب. أنت دب مشاغب. أخبرتك، أعرف ما يحبه الأولاد. تعال معي يا كمون. ممنوع عليك إمساك الكرة، عليك ركلها. يركل يسجل. فعل. إنه لا يلتزم بقواعد اللعبة. أوه مسكين، الاعتناء بكمون ليس سهلا، صح يا خرز؟ لماذا تأخر بينون هكذا يا ترى؟ من يدري. هيا دم 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 دم. أنهينا العمل. شكرا يا رومبا. أنا متشوق لإعطائها لكمون. سأخبر الجميع أنه وقت المفاجأة. روزي، كمون، يبدو أن كمون أنهك الجميع. روزي، بينون ينتظرنا عند فكري، يجب أن نأخذ كمون ليرى مفاجأتها. أوه لابد أنني غفوت، عفوا يا رومبا. لا يمكنني الصعود إلى التلة، أنا متعبة. وأنا ماذا؟ أين أنا؟ كيف سنصعد إلى التلة ونحن متعبون هكذا؟ دعوا الأمر لي. قرص، أعطني بعض الخوذات. ماذا تفعل يا رومبا؟ تاكسي رومبا السريع سيعود إليكم حالا، تمسكي يا لين. بينون. استعدي يا كمون. هيا تفضل يا كمون، دراجاتك الأولى. دراجة. أتعرفون، أنا لم أركب دراجة يوما، ولو أمكنني لاخترت أن تكون كهذه. سباق. هيا يا روزي. ماذا تنتظرين؟ روزي، ما بك يا رومبا؟ ألم أعدك أن تقود؟ بلى، لكن ظننت أنك تمزحين. حين وعدتك لم أكن أمزح يا رومبا، ولا تنسى أنت أحضرتنا إلى التلة. بذلت مجهودا كبيرا، أحسنت يا رومبا. سباق. هيا استعدوا، انطلاق. أتعرفين يا روزي، ربما علي أن أقود أكثر. ها إلى الوراء يا روزي الآن. إن تركتك تقود يا رومبا فهذا لا يعني أن تصرخ في وجهي. عفوا كمون، انظر أين تسير. مقهى بينون. توقفي، ما الأمر يا رومبا؟
شيء في هذا المكان رائحته شهية. صحيح. أهلا يا روزي. أهلا يا رومبا. ما هذه الرائحة الأشهى من شهية؟ من يرغب بكعكة حلوى؟ أنا من فضلك. شكرا بينون. هذه أشهى وألذ كعكة حلوى ذقتها في حياتي. هي قلت ذلك عن كعكتي، لكن هذه لذيذة جدا يا بينون. هي كلي من حصتك يا بلبلة، إنها لذيذة جدا. يمكن أن تكون طباخا حقيقيا. نعم أستطيع ذلك. وأكلنا جميعنا كعكا من الحلوى معا. يبدو الأمر جميلا. لم نكن جميعنا، أنت لم تكن هناك. آسفة يا فكري، لم أقصد أن تشعر أننا تركناك. لا أبدا، أنا سعيد هنا. أنا أعرف ما علي أن أفعل. إذن أحتاج إلى أحد يساعدني. إلى أحد، انتبه، إلى مساعد لي، إلى أحد مثلك يا كمون. تحتاج مساعدة؟ سأكون ذواقة الطعام. في الواقع أنا عندي عمل لك يا بلبلة، وهو عمل مهم جدا. الافتتاح الكبير للمطعم الجديد والحديث، إنه الألذ، أطيب الحلوى في هذا المقهى. إنه مقهى بينون الصغير. سيكون الأمر رائعاً. حلوة. أحب الحلوى. حسناً يا فكري، سنأكل في الطبيعة أنا وأنت. كم هذا لطيف يا لين. وهكذا لن تكون وحدك. ولكن يا لين لا بأس. مرحباً يا فكري. لين، يجب أن ترافقينا إلى مقهى بينون. عليك أن تحضري الافتتاح الكبير. هل تمانع يا فكري؟ لا طبعاً، بلغي بينون سلامي. هل ترين ما أراه؟ نزهة الخير يا فكري، أعني صباح الخير. انظر هنا، طعام جميل. هذا طعام لين. لا توقف. أعتقد ستسمح لنا بتذوق القليل منه. لن تلاحظ أبدا. حسنا، قدمة واحدة. سكوت، لنستمع إلى الإعلان الهام. أهلا جميعا، شكرا لمجيئكم إلى الافتتاح الكبير. مقهى بينون الصغير. شكرا يا بلبلة. أعلن افتتاح المقهى. رجاء اطلبوا ما تريدون من مساعدي. أنا أولاً. يا مساعد اقترب. والآن لنرى، أنا أريد خصاً وطماطم في خبز بالسمسم مع بذور دوار الشمس، وأيضاً جبن. ماذا؟ ولكني لا أريد جبناً. ما هذا؟ إن أكلت لقمة أخرى فقد أنفجر. توقفا، هذا الطعام يخص لين وليس طعامكما. لم نقصد أن نأكل كل هذا. ستعود لين بعد قليل، ماذا ستقول في هذا؟ ماذا أقول لها؟ ستغضب جدا. يا مساعد،
أنا لم أطلب منك أن تأتي بحلوى التوت مع الزيتون. جبن. أنا جائع جداً. استمعوا إلى بطني تكركر. نعم، نحن ننتظر منذ وقت طويل. أرجو أن يكون بينون بخير. بسرعة. آسف للتأخير، كل شيء على ما يرام. آه يا بينون، لما هذه الفوضى؟ ماذا؟ لا أعرف كيف حدث ذلك. لكنك بارع في تحضير الطعام يا بينون. لكنني لم أحضر طعاماً لمثل هذا العدد من قبل. أردت أن يكون كل شيء مميزاً، والنتيجة انظري. اهدأ يا بينون، تنفس عميقاً، أنت أفضل طباخ على الإطلاق. اسمحي لي يا روزي، لدي ما أريد أن أقوله. أعرف أنكم تنتظرون مني أن أحضر لكم أطيب طعام ذقتموه في حياتكم، وأنا لا أريد أن أخيب أملكم. إذن المقهى هو الآن مقفل نهائياً. لا، هذا خبر محزن وسيء أيضاً. أنا عندي حل آخر، أعرف أين يوجد طعام إذا رغب أحدكم. آه، طعامي، إنه اختفى. هل أكلته يا فكري؟ سأشرح لك. أعتذر لكم، لقد أكل طعامي. حسناً، في الواقع هذه أنت؟ بالطبع لا. الصوت قادم من وراء فكري. بطة وونيس، هل أنتما من أكل طعامي؟ تذوقنا منه قليلاً. آسف يا لين، حاولت منعهما من أكل الطعام. كان طعمه فعلاً لذيذاً. أوه، الذي وأشهى طعام تذوقناه. لا أصدق أنكما أكلتماه ولم تتركا لي. أنتما أكلتماه. لما لا نأكل كلنا أيضاً؟ لنذهب ونحضر طعاماً ونلتقي في بيت بينون. أنا سأبقى هنا، لا أريد أن أتركك وحدك. لين، لست أبداً وحدي في وجود حبات البلوط، وأيضاً معي هذان. حسناً، معنا خبز، طماطم، عصير، وأيضاً حلوى لين. آسف يا روزي، المقهى مقفل. لم أقصد أن أكون أفضل طباخ في العالم، كل ما أردته هو مكان يفرح فيه أصدقائي. وسنفرح فعلاً يا بينون إن كنت أنت سعيداً. بلبلة، كمون، نظف المكان هنا. كرز، رومبا، أنتما ساعداني في المطبخ. لين، أنت مسؤولة عن الحلوى. لكن وماذا أفعل أنا؟ اجلس ولا تحرك ساكناً. من الآن هذا مقهى بينون للخدمة الذاتية، حيث يقدم كل واحد الطعام لنفسه. أعلن افتتاح مقهى بينون للخدمة الذاتية. جبن. كعك حلوة. شكراً يا روزي. هذه أغرب وجبة طعام أكلتها في حياتي، وأكثرها مرحاً. لن أفوت هذه الجلسة أبداً. أرأيتم؟ هذا أفضل مكان في العالم لاجتماع الأصدقاء. روزي، أترغبين في الطعام؟ لا شكراً يا رومبا، ولكنني أحضر أطيب طعام لقبل النوم. وأنا أحضر أطيب كعك حلوى، أليس كذلك؟ طبعاً، ما عدا بينون. حسناً، ما عدا بينون. والآن صرت أفضل الخدمة الذاتية. هاي، هنا لا تستطيعي أن تفعلي هذا. متأكد؟ هدايا لين. Ha 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 ha!
احترس يا رومبا. هدف. هذا يوم مناسب للعب الهوكي. أوه، الجليد صلب وبارد. أوه. وبينون سيصنع مشروب الشوكولاتة وكعكة القرع في منزله بعد المباراة. مرحبا لين، هل ستأتينا لمشاهدة مباراة هوكي الجليد؟ وصنعت لك هدية. هدية؟ أوه، أنا أحب الهدايا. شكرا لين. ترى، صنعتهما لكي يطفئك. لكن ما هذاني بالضبط يا لين؟ جوربان للأذن، لقد قمت بحياكتهما. هل يعجبانك؟ هدية لطيفة وزاهية، أليس كذلك؟ لين صنعتها خصيصاً لك يا رومبا. شكراً لين، أنا لم أتلقى أي هدية كهذه من قبل. مرحبا، قمت بحياكة أشياء للجميع. لو أسرعت يمكنني أن أنهيها قبل مباراة الهوكي. مستعد لمباراة هوكي الجليد؟ ليس تماماً يا كرز، علي إدخال كل هذا القرع إلى البيت قبل أن يتلفه الطقس البارد. زرعت منه الكثير هذا العام. سيكفيني طوال الشتاء إن حميته من البرد. ملأت بالفعل كوخ الأوعية، لذا سأضع البقية داخل منزلي. ياه، المكان مليء به يا بينون. صباح الخير. مرحبا، بصفتي الحكم الرسمي للمباراة جئت لأرى كيف يسير إعداد الكعكة ومشروب الشوكولاتة. قمت بإعداد كل شيء في الصباح يا بلبلة. كعكة جميلة يا بينون، ولكن المكان مزدحم. بلبلة محقة يا بينون، كيف سيتسع المكان للجميع بعد مباراة الهوكي؟ لم أفكر في هذا. هذا لأن القرع في كل مكان، عليك أن ترصه في كومة واحدة. بما أخبرتك، متسع للجميع الآن. استغرقنا وقتاً طويلاً. هيا بنا، روزي ورومبا سيتساءلان أين ذهبنا. أنتم محقون يا حبات البلوط. مرحباً فكري، انظر ماذا صنعت لك. لأجلي؟ هذا لطيف منك يا لين، لكن ماذا سأفعل بها بالتحديد؟ ترتديها بالطبع، إنها جوارب أغصان. جوارب أغصان؟ الجميع سيشعر بالدفء اليوم. انحني يا فكري. شكراً لين. على الرحب، سيحتاج الآخرون إلى ما حكته ليتدفأوا به في مباراة الهوكي. عذراً حبات البلوط، إنها جوارب أغصان وهي تسبب لي حكة. عذراً على التأخير. بينون ملأ منزله بالقرع للشتاء، كان علينا رصهم. أنتم مستعدون؟ بالتأكيد. ما الذي تضعه على أذنيك يا رومبا؟ إنهما جوربان للأذن، لقد حكتهما لي لين. جيد أنها لك وليست لي. الجميع في أماكنهم. مرحبا، لقد صنعت هدايا للجميع. هدايا؟ أحب الهدايا. تفضل يا بينون، هذه لك يا روزي. شكراً لين. كرز، هذه لك. لي أنا؟ ولكنها ضخمة. لقد عملت لين بجداً كي تحيك لنا هذه الأشياء. إنها حقاً ضخمة القيمة يا لين. يسعدني أن حياكتي أعجبتكم. الآن أنتم مستعدون للعب. Oh.
قادم يا كرز. والآن الكرة مع بينون. أين ذهب الثلج؟ أخذتها يا روزي. احترس يا بينون. ليس مجددا. ويبدو أن كرز سيحرز هدفا. أنا قادم. وسقط كرز. لقد تعثرت، ولكن كان هذا خطأك يا رومبا. لا تلومني يا كرز، هذه الجوارب الغبية هي السبب. لم يقصد رومبا هذا، أليس كذلك؟ لا بأس يا روزي، رومبا محق. لم أصنع لكم أشياء مفيدة، أعتذر عن إفساد المباراة. لا تذهبي يا لين. سأذهب إلى فكري، على الأقل قد أعجبته الجوارب. لم أقصد أن أضايقها يا روزي. أنا متأكدة من ذلك. سأذهب لأعتذر منها. علينا أن نبين للين كم هي غالية علينا جميعا يا رفاق. تظنين أنها ستأتي لتناول كعكة القرع ومشروب الشوكولاتة؟ إنها فكرة جيدة. سأذهب لأخبرها. حسنا، سأعد مشروب الشوكولاتة. وأنا سأقطع كعكة القرع. بمناسبة القرع، ألن يقع هكذا؟ لن يقع بالتأكيد. انظر، احترس يا بينون. يا إلهي الحليب. والكعكة، الكعكة تدمرت. لدي المزيد من الحليب والكعك، لكنني أخشى ألا يتسع المكان للحفل. أعتذر عن عدم ارتداء الجوارب. أتعرفين، الأشجار لا تحتاج إلى جوارب. لم أقصد إزعاجك يا لين، سأرتدي جورب الأذن كل يوم من الآن. لا بأس يا رومبا، لم تكن هدية جيدة على أي حال. نعم. فاتتك رؤية كرز وهو يحاول إمساك العصا بقفازيه. هناك فائدة واحدة من أشيائي، إنها تسببت في إضحاك الجميع. كنا بالفعل نبدو مضحكين. لين، أردنا أن نشكرك جميعاً لأنك أردت تدفئتنا، فلتأتي إلى بيت بينون معنا. أعد لك مشروب شوكولاتة خصيصاً. لذيذ. كارثة، مشكلة، أخبار سيئة، ألغي الحفل. منزل بينون تدحرجت كل ثمار القرع التي كانت فيه وحطمت كل شيء. ثمار قرع؟ اهدأوا قليلاً يا حبات البلوط. أظن أنها عالقة. لا بأس يا حبة البلوط، سأخرجك. فلنبقيها في الداخل بعيداً عن المشاكل. نبقيها في الداخل؟ بالطبع، فكري أنت حقاً عبقري. هيا يا لين، سنحتاج كل ما قمت بحياكته. مستعد؟ الطريقة المثلى لتخزين القرع كله هي بينون. لين، نحتاج المزيد. لا، لن أستطيع الحياكة بأسرع من هذا. إذن سنساعدك جميعاً. ألم تنسى شيئاً ما يا رومبا؟ الاستحمام، المنامة، غسيل الأسنان، هذا كل شيء، أليس كذلك؟ ماذا عن هذين؟ هل علي حقاً أن أرتديهما؟ من قال لك إنك سترتديهما؟ إنهما يصلحان كغطاء جيد لعصا الهوكي. ليلة مخيفة. اصطادني. أحب أن تنام عندي.
وأنا أيضاً يا روزي، أحب أن أنام هنا ونسهر كلنا معاً. طبعاً، فهنا نلعب هكذا. وقت الحليب. بالعطش. العطش؟ النباتات نسيتها، لابد من أنها عطشانة أيضا. هيا تعالوا لنسقها. استعدي يا رومبا. انظروا إنها أفعى. لا أخاف من الأفاعي. ولا أنا. هيا يا رومبا. ليلة هنيئة. ليلة هنيئة يا روزي. هيا توقف يا رومبا. لم يكن أنا. إن لم يكن رومبا فمن يكون إذن؟ هذا الصوت مضحك. من يصدره يا ترى؟ صوت؟ لا لا، لم أسمع شيئا. ربما روزي تعرف من أين يأتي هذا الصوت. أحدهم يطرق الباب. تعال يا روزي لنفتح ونرى من أتى. يا روزي. أهلا يا بلبلة. أهلا يا بينون. هل سمعتم الصوت الغريب؟ نعم، أليس مضحكا؟ لكني لم أسمع شيئا. لأنا سمعت. أتساءل من أين يأتي؟ لا أعرف، لنكتشف هذا. ربما هناك وحش. بثلاثة رؤوس وستة عشرة قدما. له شعر وردي وأصفر. لا 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 لا. لا تصدقيهم يا بلبلة، إنهم فقط يمزحون. لا داعي للخوف أبدا. أخاف من أنا؟ حتى لو كان وحشا سأخفيه بإشارة بلبلية مني. أنا سأتي معكم لأحميكم منه. أنا بخير، في أحسن حالاتي. لا بأس يا بينون، لم يحدث شيء. اطمئن تماما. أنا متأكد أن الصوت قادم من الخارج. أنا سمعت مثله من قبل، ربما في العواصف الرعدية. لكن السماء صافية. صحيح، لا غيوم، لا مطر. لا أحب العواصف والرعد القوي. أنا لا، العواصف تخيفني. أنا لا أخاف العواصف. لا شيء يخيفني أبدا. أين ذهبت بلبلة؟ ها أنت يا بلبلة، ماذا تفعلين هنا؟ كنت أرتب السرير. لا وقت لهذا الآن، هيا لنخرج ونبحث عن مصدر الصوت. ربما العاصفة الرعدية تحت الأرض. لا أظن أن هذا ما يحدث يا بينون، لكن الأرض تهتز. تعالوا نكتشف الأمر. لا لا لا، يجب أن نذهب، الظلام شديد. لم يعد كذلك. آخر من يصل إلى الملعب غول قبيح. انتظرني.
واو! هذا وقت للعبة؟ ها؟ اسمعوا، الحيوانات والألعاب تصدر أصواتاً مضحكة. أتكون هي صاحبة الصوت؟ أخ، لا، إن صوتها لطيف وليس قوياً أو عالياً. ها هو مجدداً. بلبولة. أفزعتك؟ نمت وأنا واقف. ولكن ما هذا الصوت؟ إنه أكيد وحش كبير ضخم غاضب. أنا أعرف صوت الوحوش. ما رأيكم لنجرب أن نتبع الصوت ونرى إلى أين سيقودنا بالتحديد؟ من هنا؟ لا يا بلبلة، أنت مخطئة، إنه قادم من التلة. لا لا لا، لا ليس من هناك. سيخبرنا فكري صوت من هذا، فهو قادم من جواره. انتظروني. حبات البلوط هي سبب الضوضاء. لكن صوت حبات البلوط منخفض، وهي لا تستطيع هز الأرض أيضا. وكيف ينام فكري رغم الصوت القوي؟ ماذا؟ أين؟ من؟ أهلا بكم. ماذا تفعلون هنا في هذا الوقت؟ إنه منتصف الليل. لم نستطع النوم. صوت غريب ومرتفع يتردد في الأرجاء. لقد اعتقدنا أنه الرعد أو وحش. ها، أخبرني، ألم تسمعه يا فكري؟ لا، أخبروني كيف هو. إنه تقريبا هكذا. بو 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 بو. ليه؟ إنه أقرب إلى أغلي أغلي. وهذا واو لين. ليست لين بل فكري. رجاء سامحوني، أنا آسف للغاية. كفى، يكفي هذا الصوت يا فكري، توقف. آسف يا بلبلة، لا أعرف كيف أوقفه. إنه كصوت بطني عندما أكون جائعا. عرفت، إن جذور فكري تقرقر. هل أنت جائع أو عطشان يا فكري؟ حسنا، لم تمطر منذ أيام، لذا قد تكون جذوري عطشانة. هيا جميعا لنسقي فكري، فجذوره بحاجة إلى كوب كبير من الماء. آسف يا بلبلة. يكفي هذا يا بينون، دوري الآن. أشكركم جميعا، أشعر بتحسن كبير. لن أصدر أصواتا تزعجكم أو تحرمكم من النوم. وبالمناسبة، ألا تشعرون ببعض النعاس؟ بلى، أنت محق يا فكري. ليلة هانئة. ليلة هانئة لكم. روزي. نعم. جيد أنني لا أملك جذورا لأنني أجوع كثيرا. لكن لو شعرت بالجوع كنت سأكل طعاما كثيرا. ليلة هانئة يا رومبا. ثانية. شجرة. نعم، أنا أذكر ذلك الأمر وكأنه حدث فقط بالأمس. كانت الريح تعصف بشدة حتى ظننت أنها ستقتلعني. ولكنني منذ ذلك اليوم صرت أحب الهواء بين أوراقي.
بقدر ما تحب وجودي بين أوراقك يا فكري. أن تكون شجرة هو أمر صعب، أما أن تكون بلبلة فهو بالفعل أمر رائع للغاية. تسبح بأناقات في أنحاء الفضاء. أنا أيضاً أريد أن أشعر بالهواء يلفح وجهي. تريدين أن تكوني طائراً؟ لا، أريد أن أكون شجرة كفكري. أريد لعبة الحجلة يا روزي. نحن دائماً نلعب الحجلة يا رومبا. لنلعب الهوبلة. الحجلة. الهوبلة. يا روزي، يا رومبا، تعالي وشاهد لين، لن تصدقه. وأخيراً سنتفق على عمل شيء معاً. ماذا تفعلين يا لين؟ أنا الآن شجرة كما تروني. إذن ماذا تفعلين عندما تكونين شجرة؟ نشعر بالهواء بين أوراقنا، وأيضاً نحن نراقب الأشياء و نستقبل الطيور لتلعب بين أغصاننا ونحافظ على نظافة الهواء ليصبح نقياً للتنفس. أرى أنه من الأفضل أن أكون طائراً. مرحباً، من منكم يريد أن يلعب؟ هذا بينون، هل تريد أن نلعب الهوبلة؟ ما رأيك في الحجلة؟ لنلعب كرة القدم. منظرك جميل من الأعلى يا فكري، أنت ترى كل أصدقائك يلعبون معاً ويمرحون. ونحن الأشجار نتسلى أيضاً. حقاً؟ نعم، يا حبات البلوط ننط يا لين، ننط. أوه أجل. لا للهبلة، الأفضل لعبة الحجلة، الأفضل كرة القدم. لننسى كرة القدم والحجلة والهبلة لنلعب لعبة أخرى. عرفت، لين استطاعت أن تكون شجرة كفكري. لنلعب أن يكون أحدنا الآخر أيضاً. أنا سأكون كرز رائعاً. حسناً، وأنا سأكون روزي رائعةً لأنني الأفضل في كل شيء. هل يمكن أن أكون أنت؟ أنت تقطف الفاكهة وتصنع مأكولات شهية. حسناً يا رومبا، بشرط أن أكون أنا أنت. كم أحب أن أجلس في أرجوحتك وألعب اليويو. لنتبادل إذن. مرحباً يا بلبلة، هيا نتسابق. ماذا تفعلين على دراجة كرز السريعة؟ أنا الآن كرز، انظري كيف سأفوز. ليس عدلاً، لم تقولي انطلق. بوم 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 بوم. هيا يا كرز، غني لي أغنية. ماذا؟ أنت روزي، روزي دائماً تحب أن تغني أغنية لرومبا. وأنا رومبا. حسناً. رومبا الأرنب أنت الأفضل، رومبا الأرنب أنت الأجمل. حسناً، لنلعب اليويو. هيا. تدغدغني. ما أجمل أن تشاهد ما يفعله الجميع يا لين. لكن الأشياء تبدو غريبة من الأعلى. رأيت روزي على الدراجة السريعة وكرز يغني و أغصاني تؤلمني. كلهم يحاولون أن يتغيروا، أما أنا فلا، لا شيء أفضل من كوني بلبلة. أحب هذا العش، سأجربه. مهلا بلبلة. أنت ثقيلة جدا. أنا ذاهبة، سوف أري أرزازي كشجرة. هذه جميلة. في الواقع كرز لا يعجب بزهرة، إنه يحب الكرة.
سيرتدي بينون ثوبا سميكا هكذا. أنا أغلي. لا، هذه سلة بينون. أوه أجل، يعجبني أن أكون روزي. سأرتاح هنا تماما. يعني روزي، أرجوحة رومبا كسرتها، ماذا سأفعل؟ لا أعرف. لكنك يجب أن تعرف، أنت روزي، هي دائما تطيب خاطر رومبا. أوه، ما أصعب أن نكون شخصا آخر. لم أعد أريد أن أكون روزي، أنا كرز. نعم هذا أنا. ما أجمل هذا الزي يا لين. أردت أن أكون شجرة كفكري، لكن عندما رأيت أصدقائي يلعبون معاً أردت أن أعود لين من جديد. أمر مسل أن تصبحي شخصاً آخر، لكن الأفضل دائماً أن تكوني فعلاً نفسك. لن أبادل أرزة بكل كنوز الدنيا القيمة. آسفة بشأن كرتك يا كرز. أوه لا تهتمي، فأنا فشلت في أن أكون أنت. أوه يا رومبا. نعم. هل يمكن أن تعود رومبا الحقيقي قبل أن يقع بينون من الأعلى؟ البيت ممتلئ بالنتوءات والكدمات. أنا آسف يا بينون، لقد كسرت سلتك الخاصة. لا بأس، أنا كسرت أرجوحتك. ماذا؟ كونوا مثلي، فأنا أكثركم موهبة. ربما من الأفضل أن نكون أنفسنا، فهناك شيء واحد نحسن صنعه، أن نساعد بعضنا. عادت جديدة. انتهيت. هكذا أفضل. لم تعودي شجرة يا لين؟ لا، لم أكن شجرة مفيدة. حسناً، أنا سعيدة لأنني اشتقت إلى الأفعال اللطيفة التي تقومين بها. اشتقت إلى أن تعودي لين. شكراً يا بلبلة. نعم، أنت محقة، أنا لا أبادل لين بكل كنوز الدنيا. أعجبني أن أكون شجرة والهواء يلاعب أغصاني. لنلعب. لكن أحب أن أبقى لين. قادمة. وأنت بالفعل فتاة ممتازة يا لين. الأفضل أن نكون أنفسنا، خاصة إذا كنا بلبلة. ترى. بلبلة، هل أنت بخير؟ تدا. إن نجحت في هذه أفوز في المباراة. إن استطعت أن تكوني شخصاً آخر، فمن تختارين؟ لست متأكدة يا رومبا. ماذا عني؟ أنا سعيدة بكوني أنا، شكراً. لكن أنا محب مسل جداً وأذني رائعتان. أنت تفقدني تركيزي. وأيضاً أنا أفوز دائماً. رأيت ما أعني؟ رومبا، فعلت ذلك عمداً. نعم، ما أروع أن أكون أنا. ماما رومبا. إذن بيض بطة لم يفقس بعد. لا يا فكري، هي تركض فوقه منذ بضعة أيام، ولهذا صنعنا لها هذا. أوه، كعك الحبوب، إنها فكرة جيدة يا روزي. من الشاق الركوض على البيض. لماذا؟ لابد أن ترقد على البيض طوال الوقت لتبقيه دافئاً. وحين يفقس البيض تبدأ المشقة، عليها تعليم صغارها السباحة على الفور.
فقس بيض بطة أمر متعب جدا لي أيضا. لماذا يا بلبلة؟ لأني أصمم زيا لأرتديه احتفالا بصغار بطة. لين ستساعدني في ذلك، سأسرع، ينتظرني الكثير. كل هذا الحديث عن العمل قد أصابني بالجوع. رومبا توقف، فلنأخذ هذا الكعك إلى بطة قبل أن تلتهمه كله. إلى اللقاء يا فكري. مرحبا بطة، جئنا لنرى هل تحتاجين إلى شيء ولنعطيك هذا. أوه، كعك الحبوب الذي أحبه، لدي كل ما أحتاجه، شكرا يا روزي. عش ناعم، وجبات شهية لي، وأيضا عشب ليأكله صغاري حين يفقس البيض. أوه، العشب. ما الأمر يا بطة؟ العشب، نسيت العشب، كنت منشغلة بتجهيز العش ونسيت. سنأتي لك بالعشب. كيف يبدو شكله؟ هذه هي المشكلة، البط فقط من يستطيع العثور عليه. ماذا أفعل؟ لا يمكنني ترك البيض، سيبرد، لكن علي إحضار العشب. يمكننا الاعتناء بالبيض إلى أن تأتي بالعشب اللازم. حقا؟ لا أعرف، أتعدانني أن تعتني به جيدا في غيابي؟ نعم نعدك، علينا فقط العثور على شيء دافئ لنغطيهم به، ويكون أيضاً ناعماً ومزغباً ومريح. أحسنت يا رومبا، أنت حقاً مناسب. أنا؟ هل يستطيع الركود على البيض؟ إن ذلك أمر صعب. بالطبع يستطيع، أليس كذلك؟ احترس، ليس هكذا، إلى اليسار، لا إلى اليمين، بل إلى اليسار، والآن انزل ببطء. هكذا أحسنت. أحسنت يا رومبا، سأعود في أسرع وقت. هاي، الوضع مريح هنا جدا، أنا أحب الركود على البيض. ماذا عن قبعة جديدة؟ هذا رائع يا لين. لماذا تريدين أن تتأنقي يا بلبلة؟ إنهم مجرد صغار بط. ربما ترضى أنت زيارتها بملابسك القديمة، لكنني أريد شيئاً متميزاً. يا روزي، هناك شيء غريب جداً يحدث. هل أنت بخير يا رومبا؟ العش يدغدغني. توقف عن القفز يا رومبا، سوف تكسر البيض. حسناً، سأبتعد عن العش. انظر، إنه يفقس. أظن أن بطة كان يجب أن تكون هنا لتراه يفقس. سوف أحضرها، واعتني أنت بالصغار إلى أن أعود. حسناً. أنا لست أمكم. ابقوا هنا، سأحضر لكم بعض الكعك. إنهم يقلدونني. افعلوا هذا. رائع، شكلهم جميل. أخشى أنني لم أرى بطة، لكن سأساعدك في البحث. حقاً يا بينون، فقد تركت رومبا وحده مع صغار بطة. عودي أنت لتساعدي رومبا، وسأجد بطة. شكراً يا بينون. رومبا، لقد عدت. رومبا، أين ذهبوا؟ أي، هل هذه بلبلة؟ أي، أعتذر يا فكري، كانت هذه غلطتي. ما الذي ترتدينه يا بلبلة؟ إنه زي الجديد، صنعته لي لين كي أحتفل بفقس بيض بطة، ما رأيك؟ أعتقد أنه عليك اختيار شيء يمكنك من رؤية الطريق. كلامك صحيح،
هذا اللون لا يناسبني على أي حال. رومبا، ماذا تفعل هنا؟ ظننت أن الصغار سيكونون مرتاحين في البيت. ولكنه بيتك أنت يا رومبا وليس بيتهم. لا بأس، يحبون المكان يا روزي. انظري، إنهم يظنون أنك أمهم. وعلمتهم الكثير من الأمور الهامة بالفعل. انظري. أنا أعتني بهم بشكل جيد. لكن عليهم أن يتعلموا كيف يصبحون بطاً من أمهم الحقيقية يا رومبا. أجل، لكن ماذا عن السباحة؟ فكري قال إن بطة سوف تعلمهم السباحة. سأعلمهم، سوف تكون مفاجأة جيدة لبطة. لست متأكدة أنها فكرة جيدة. رومبا، بالتأكيد سنجد زياً يلائمك يا بلبلة. ماذا يجب أن ترتدي يا فكري؟ إنها تبدو جميلة هكذا. هذه بالفعل رائعة. لأجل ماذا؟ ذيل جديد بالطبع. كرز، لين، أعلم صغار بطة السباحة. أتريدون المشاهدة؟ بالتأكيد. أجل. ماذا؟ ماذا عن ذيل جديد؟ هذه لينة للغاية، سوف يحبونها. بطة، الحمد لله أني وجدتك. بيضك، لقد فقس. فقس؟ وأين الصغار يا الأعزاء؟ اطمئني، روزي ورومبا يعتنيان بهم لحين عودتك. ونقفز، وبعدها تجدفون كالأرانب هكذا. لماذا لا يقلدوني يا ترى؟ ليس للبط ذراعين يا رومبا، إنهم لن يسبحوا مثلك. بطي الصغير، شكراً للاعتناء بهم. هيا يا صغار اتبعوني، فلنذهب سوياً إلى العش. هيا اتبعوني. لماذا لا يتبعوني؟ يظنون أنهم أرانب مثل رومبا. ربما إن اختبأ رومبا يذهبون معك يا بطة. تعالوا معي يا أحبائي، إنهم لا يعرفوا من أنا. فقدت توازني، استغرقت وقتاً لأرتدي هذا الزي. أنا لست أمكم. إنه ذيلك الجديد يا بلبلة، يبدو تماماً كأذني رومبا. بالطبع. بطة، لدي خطة لك. إنهم يسبحون، يا إلهي. أحبائي الصغار، هيا معي، هيا. أتمنى ألا تفتقد الصغار كثيراً يا رومبا. بطة أمهم تعرف الكثير عن حياة البط، لكن هناك شيء يمكنني أنا فقط أن أفعله. رقصة رومبا. Ha 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 ha!